يقول السائل: هل يجوز التبرك بالاغتسال بماء زمزم أم أن البركة محصورة في الشرب فقط؟ يجوز شربه ويجوز الاغتسال به ويجوز التداوي به، لأنه ماء مبارك، ماء مبارك، ولا يقتصر هذا على شربه، بل يتناول رش الجلد أو رش الرأس به أو رش محل الألم به، لأنه ماء مبارك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. نعم.